بالعلم تنهض الأمم وتتقدم، بالعلم تواكب الأمم الحضارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. المعلم هو أساس البناء وأساس التربية الحسنة. ولقيمة المعلم تم تحديد يوم 5 أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للمعلم تكريما للدور الثمين الذي يقدمونه في نهضة الأمم وتقدمها. وقالوا قديما: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.